يقول هو مريض بالسكر وبمرض في المعدة وبمرض نفسي أيضا شافاه الله، ولم يستطع الصيام ولكنه يدفع نقودا كفارة عنه، فهل يكفي هذا أم عليه شيء آخر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، تذكر أيها السائل أنك مصاب بأمراض لا تستطيع معها الصيام وأنك تدفع كفارة من النقود. نقول شفاك الله مما أصابك وأعانك على أداء ما افترض الله عليك. أما إفطارك من أجل المرض هذا شيء صحيح لا حرج فيه، أن الله سبحانه وتعالى رخص للمريض أن يفطر إذا كان الصيام يشق عليه أو يضاعف عليه المرض، وأمره أن يقضي الأيام التي أفطرها في فترة أخرى، عدة من أيام أخرى. هذا إذا كان المرض يرجى زواله أو خفته في بعض الأحيان حيث يستطيع أن يقضي في فترة أخرى. أما إذا كان المرض مستمرا ومزمنا لا يرجى برؤه فإنه يتعين عليه الإطعام، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومنهم المريض الذي مرضه مزمن. والإطعام لا يكون بالنقود كما ذكرت، وإنما يكون الإطعام بدفع الطعام الذي هو قوت البلد، لأن تدفع عن كل يوم نصف الصاع من قوت البلد المعتاد، ونصف الصاع يبلغ الكيلو والنصف تقريبا، فعليك أن تدفع طعاما من قوت البلد بهذا المقدار الذي ذكرنا عن كل يوم، ولا تدفع النقود، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، نص على الطعام. نعم. الأيام التي دفع فيها نقودا هل عليه أن يعيد إخراج إطعام بدلا عنها؟ إذا كان أفتاه أحد من أهل العلم بذلك وقنع من فتواه فلا يلزمه أن يعيد، أما إذا كان عمل هذا من نفسه أو لم يقنع بالفتوى التي أفتي بها فعليه أن يعيد وأن يخرج طعاما. نعم.